تعمل مؤسسة دير في جميع أنحاء العالم ضد سرطان الثدي، ولدينا شهادات متعددة من نساء حول العالم يؤكدن على التأثير السلبي لهذا المرض على مظهرنا الخارجي. سرطان الثدي لا يزال هو نفسه الآن بالتأكيد، ولذلك نحن نريد لك السلامة والحماية باستخدامك هذا التطبيق بانتظام من أجل البقاء في صحة جيدة. هذا نموذج للثدي يوضح لك كيف يمكنك فحص ثدييك بنفسك. افعلي ذلك إما مستلقية أو عند الاستحمام أو أمام المرآة. خذي الوقت الكافي، فهذا يستغرق حوالي 3 أو 4 دقائق. افعلي ذلك بالنظر إلى صدرك، فإذا لاحظت تغييرات في الحجم أو في اللون أو إذا كان هناك نتوءات فهذا أمر مهم، حتى وإن كان كل شيء يبدو لك طبيعياً. في هذا المشخص لدينا أورام. هذا واحد صغير نوعا ما. افعلي ذلك بحذر شديد. وهنا أخرى كبيرة نوعا ما. لذلك افعلي حتى تتمكني من الشعور بطريقة طبيعية هل كل شيء على ما يرام. في حالة وجود الورم كل شيء يتغير وبسرعة كبيرة، لذلك يجب الحرص على المتابعة الشهرية وملاحظة إن كان هناك تغييرات وإن كانت بسيطة، وذلك يشمل منطقة الصدر والإبط. هذه هي النصائح التي يجب اتباعها من جميع النساء اللواتي يكافحن سرطان الثدي، وذلك لحمايتنا جميعاً. السرطان لا يهتم إذا كنت أسوداً أو أبيض. السرطان لا يهتم إذا كنت مسيحياً أو يهودياً أو مسلماً. لذلك فهو مرض لا يميز بين العرق أو الدين. وهذا ساعدني كثيراً في تلقي الكثير من الدعم والاهتمام. اكتشفت أنني مصابة بسرطان الثدي عندما كنت حاملاً في الشهر الرابع من ابنتي الأخيرة. كانت مفاجأة كبيرة لي، لم أكن مستعدة. ظننت أنني سأموت، لم أصدق أنني أستطيع العيش أو الاستمرار في الحياة. سرطان الثدي مرض خطير للغاية، لكن الخبر السار هنا هو أننا نستطيع تفادي الأسوأ، الموت، وذلك بالوقاية الجيدة والدائمة.